ايه الملل ده، انا زهقانه قوي فعلا بجد، زهقت من الكمبيوتر والشغل عليه. هانا بقولك ايه، انا زعلانه جدا، ينفع ان انتي تخترعي لي حاجه جديده؟ ايه ده، عايزين اخترع لك ايه؟ انا مش فاضيه، انا عندي مذاكره كتير النهارده. طب بصي، ممكن انتي تخترعي لي، انا عايزه ان انا بصي عايزه البس لبس، يعني اهو كده تعالى ان اقولك. ايه ده، عايزه تلبسي لبس؟ ايوه عايزه البس لبس الاميره، عايزاكي تعملي لي تصميم يكون لبسي كله عامل زي شكل الاميره. انا بجد عايزه اغير شكلي واكون الاميره اما. الله، طب خلاص دي لعبه حلوه جدا، ممكن هعملك سيرش على النت ونشوف كاستيومز كتيره ليكي، ملابس تنكريه نعملك على شكل اميره، واجي اقولك نعملها ازاي. واو بجد، الله انا مبسوطه جدا يا هنا. يا ربي يا ترى البسها ازاي بقى، البسها ازاي اعملها اميره؟ هنشوف دلوقتي على النت، تعالي كده نشوف. بصي هوقفك قدام المرايه، قولي لي بقى ايه رايك في اللبس ده. الله شكلي يجنن، الاميره اما حلوه جدا جدا يا هنا، انا الصراحه عجبني قوي. مش قلتلك هيعجبك؟ يلا بقى روحي العبي في الاوضه بتاعتك وانا اروح اكمل شغل. اوكي، لا تعالي العبي معايا. ايه ده يا نهاري، مين دي؟ شكلها مضحك قوي، ده سواق اتوبيس جديد. جوليان بطل رخام على اما، اما دلوقتي فود برنسس اما، ما حدش رخم عليها هنا خالص. ايوه ما ترخمش عليا خالص، يا اللي هقلبك قرد. اما مش للدرجات يعني يا اما، تعالي نخش الاوضه جوه ونقعد بقى نلعب قدام الايه القصر بتاعك. بصي بالنسبه ان انا اميره اما، فانتي عشان انتي اختي فهنشوف الموضوع ده. اوكي ميرسي يا ستي. ناك 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 ناك، يا ترى مين على الباب؟ اما اروح افتح عشان الاميره اما اختي اشوف مين اللي جاي لها. مين يا هنا قوليلي؟ ابدا دي في واحده جايه ان هي تزورك، مش عارفه هي عايزه ايه. انا كنت جايه المفروض الفاشينيست بتاعت الاميره اما، ومعايا ملابس كتير عشان خاطر ان هي تلبسها. اوكي تعالي بقى اوريكي اختي. اهلا اهلا يا اميره اما، انا جايه وجايبالك معايا ملابس كتير جدا اخر موضه الصيف 2018. ايه ده، الله تعالي فرجيني عليهم. هي فاكره نفسها اميره ولا ايه؟ انا هوريكي يا اما. جوليا بطل خطيت على اختك بقى. الله لا، انا لازم فعلا ارخم عليها، محدش ليه دعوه، انا مش عايز انها ما تكون اميره. وقلت لكم مش عايزه ان هي تكون اميره خالص خالص، وقطعت لها الفستان بتاعها. العين يا معلش معلش يا اما، هعمل لك واحد تاني. لا جوليا مبوظ لبس الاميره بتاعي. انت وحش جدا يا جوليا، انا اقول لماما عليك على انت عملته في اختك اما. اعملي اللي انت عايزاه، بس انا محدش يجي يقول لي ان هو امير وانا كيس جوافه. بجد انا زعلانه اوي 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 اوي. بصوا انا عارفه ان انتوا بترخموا على اخته. لا يا ماما، ده جوليان بس اللي بيرخم عليه. لا يا ماما انا كنت بهزر، معايا زعل جدا. انا مش قادره اصدق نفسي، مش قادره اصدق نفسي، لبس الاميره بتاعي باظ. انا كنت الاميره اما، فجاه بقيت ولا حاجه. اما بطلي عليا يا حبيبتي. لا ماما، جوليان بوظ لبس الاميره بتاعي، دلوقتي مبقتش عارفه انا مين. خلاص بصي ما تضايقيش نفسك، ممكن نشوف لك حاجه تانية تلبسيها، ايه رايك؟ لا يا ماما خلاص، انا حاسه الموضوع كله باظ. طب انت ايه اللي يرضيكي دلوقتي؟ تحبي تعملي ايه ما عملتوش قبل كده؟ ايه، ممكن تخليني اعمل اي حاجه تانية؟ ايوه تعالي بصي اعملك اللي نفسك فيه، تيجي ندهن الحيطه مع بعض. الله دي فكره حلوه جدا، انا بعشق ان انا الون الحيطه يا ماما. بصي هشوف كده مع باباكي الفكره دي واقولك بقى تيجي تدهني ايه. اوكي مارتن، اما عايزه تدهن البيت فاديها اي حيطه ان هي تدهنها. الله دي فكره حلوه جدا، ممكن فعلا نستخدم اما وتخليها تدهن لنا حاجه، بس مش عارف تدهن لنا ايه بالظبط. انا حتى لسه اوضتي دهينها، والبيت كله محتاج ان هو يدهن بس من بره، ممكن نخلي اما تدهنهولي. طيب ماشي، اتفق بقى معاها واقول لها عشان خاطر هي عايزه تدهن البيت كله. طيب اوكي دي فكرة هتكون حلوة جدا، ممكن فعلا تيجي نخليها وتظهر لنا. ايه ده، الله يا بابا بجد عايز ندهن البيت كله؟ ده انا هدهنهولك كله مرة واحدة. بس استني بس نفكر نشوف احنا عايزين نلون ايه وندهن ايه الاول. اوكي طيب ما تقلقش خالص يا بابا، يا ترى ابتدي بايه؟ ابتدي بايه؟
اكيد هبتدي بكل حاجة. انا بحب كده اللون البامبا، واخدت الفرشة بتاعتي وهطلع ادهن لون الحيطة من بره. بابا اكيد محتاج ان حد يدهن له حاجة، فانا هدهنها له. اما هنا شوفي لنا هندهن البيت لونه ايه. يلا يا تشيلين انزل بقى لون الحيطة مع اختك، اوكي؟ انتوا الاتنين تدهنوا البيت كله وتغيروه، اوكي؟ واو يا ماما، دي هتكون فكرة جنان. هم عاملين فيديوهات على الوان البوية على النت، انا عجبني جدا لون البامبا، يا رب بقى يعجب ماما وبابا. هطلع بره بقى وادهن البيت من بره. طيب اوكي ماشي، حلو جدا. ممكن احنا نبتدي هنعمل ميكسينج للالوان ونشوف. اما فين الاميرة بتاعتي؟ اميرتي الحلوة فين؟ اما ايه ده، هي طلعت بره؟ يا نهاري، عشان تكون بدأت ان هي تلون. شفت؟ مش كنت متأكدة ان بابا هيعجبه اللون البامبا؟ لا، البيت كله اتدهن بقى لونه بامبا، الحقوني اجيلي هارت اتاك. انا كنت فاكرة ان هي تعجب بابا، الظاهر ان هي معجبتوش، مع اني بعشق لون البامبا.